السابعة مساء بتوقيت العاصمة، حياكم الله مشاهدينا وإلى العناوين. مفتي الديار يستنكر ضعف ردود الفعل ضد تهويد القدس ويطالب المسلمين بضرورة نصرة القضية. البيان الختامي للقمة الإسلامية باسطنبول يؤكد على أن القدس عاصمة لدولة فلسطين ويدعو دول العالم للاعتراف بذلك. مجلس الدولة يطالب في اجتماع مع المبعوث الأممي بالمساواة مع مجلس النواب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استنكر مفتي الديار الليبية الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني ردود الأفعال الضعيفة ضد قرار تهويد القدس وخاصة في ليبيا. للأسف ردود الفعل يعني ضعيفة جدا، وخصوص في ليبيا أضعف رد فعل بالنسبة لما يتعلق بهذا القرار الظالم الغاشم الذي يعني يعطي الكيان الصهيوني مدينة مقدسة من مدن المسلمين، يعطيها هدية له مقابل رشوة من الكيان الصهيوني لرئيس الأمريكان وقت الانتخابات. هي رشوة، قول أن ساندوك اللوبي الصهيوني، قول أن ساندوك في الانتخابات تنجح على أن تعملنا هذا، فعملهم زي وعد بلفور، أهداهم القدس وجعلها عاصمة لهم، ويعتبر نفسه أنه المهيمن وأنه يستطيع أن يأخذ ويعطي ويمنع وأنه مسيطر على العالم. ولكن صلى الله تعالى أن يكون هذا يعني سبب في نهايته والأخذ به وإشغاله في نفسه في مشاكل في بلده، تقسم ظهره وتخرجه من هذه الظلم الواقع الذي يقيه على المسلمين وعلى كل مستوى. ظلمه الآن ظلم الرئيس الأمريكي ليس على المسلمين فقط بل على كل الشعوب المستضعفة وكل الشعوب المقهورة والمظلومة، ويعني يسلط مكره وكيده وبغيه عليهم، وعامل نفسه مهيمن يعني ومسيطر ويفعل وينهى ويأمر ونفعل ونفعل، والمجتمع الدولي كله يتكلم بهذه اللغة، لغة الطغيان والاستبداد، ويعني لغة التعالي والتكبر والاستبداد في الأرض. وشدد سماحة المفتي على كل المسلمين بوجوب فعل كل ما يستطيعون لنصرة القدس من مظاهرات ومقاطعة اقتصادية. الذي أقول يجب على المسلمين، ذكرت هذا المرة الماضية، أن يجب على كل إنسان يفعل مستطاعه لمقاومة هذا الظلم، لأن الجهاد واجب، الجهاد واجب على بلاد المسلمين، فكل من يستطيع شيء يجب عليه أن يعمله، والشعوب مقهورة ولا تستطيع أن تفعله. هو كما ذكرت السائلة تجنب شراء المنتجات الغربية الأوروبية والأمريكية، وكذلك الخروج في مظاهرات عارمة استنكار، مظاهرات الاستنكار لابد أن تكثر لأنها تؤثر، لأن هذا السلاح عند الغرب يؤثر، وهو سلاح يعني نافذ وفعال ومفيد. وللأسف في ليبيا يعني رد الفعل فيه ضعيف، حتى لما خرجت مظاهرات خرجت في أعداد قليلة تكاد تذكر، خرجت في عواصم العالم في أندونيسيا وفي تركيا وفي غيرها وفي الأردن عشرات الآلاف بل مئات الآلاف، وفي ليبيا يمكن خرجوا بالعشرات. يعني الشعور والإحساس ميت بقضايا المسلمين وتخلي يعني عجيب عن نصرة الدين ونصرة الإسلام. وأكد فضيلته أن من يقول بأن المظاهرات بدعة وفيها مفاسد وتخريب ما هو إلا مشوش على الناس حتى لا يطالبوا بحقوقهم في وجه الظالمين. يعني بعض الناس يوسوس لهم ويقول هذه المظاهرات هي بدعة وأنها يعني فيها مفسدة وأنها تؤدي إلى سفك الدماء ويعني اعتداء على الأموال وعلى الدكاكين، هذا كلام فارغ. المظاهرات بقيت في ليبيا يعني أكثر من 100 أسبوع، ما يقرب من عام ونصف وعامين، كل أسبوع يخرجون والناس يخرجون منظمين ويخرجون يؤدون صلاة الجماعة في الميادين ويطالبون بحقوقهم، حتى جاءت هذه الحكومة الظالمة حكومة الأمم المتحدة وسخرت يعني عملائها والتراتيب الأمنية متاع مشروع الصخرات وأتوا إلى المنصة وأحرقوها،
وخرجوا في تلك الجمعة الظالمة يعني قوات عديدة جدا كبيرة في الميادين، واعتدوا على الناس وأرهبوهم واعتقلوا منهم ما اعتقلوا، ولاحقوا الصحفيين وأخذوا معدات الإعلاميين، وخرجوا ب يعني هؤلاء الذين سلبوا الأموال واعتدوا على المتظاهرين وصادروا الممتلكات من الناس، هم يعني سياراتهم مكتوب عليها الأمن والأمن المركزي وغير ذلك، ومن ذلك الجمعة أرهبوا الناس وأرهقوهم ومنعهم من المظاهرات. المظاهرات كانت تخرج بأمان أكثر من عامين، ما في أحد اعتدى على أحد، ويقيمون الصلاة جماعة. لكن لما جاء الظلمة الذي لا يريدون لكلمة الحق أن ترتفع يعني أرهبوهم فمنعوا المظاهرات. فمنع المظاهرات هو ليس يعني حكم شرعي، وإنما هو تكميم للأفواه بحيث المستبد يعيش آمن ما في أحد كلمة. وقال فضيلته أن المظاهرات وسيلة للمطالبة بالحقوق، ضاربا المثال بما يجري في ليبيا من هيمنة للبعثة الأممية على القرار في البلاد، مرجعا السبب في ذلك إلى تكميم الأفواه وقمع المتظاهرين. أما المظاهرات فهي وسيلة للمطالبة بالحقوق، سواء كان القدس في فلسطين أو مطالبة بالحقوق في بلادنا الذين التي قهرت وسلبت أموالها واستولى عليها الأمم المتحدة. لا ننظر المندوب الأممي يعني عزل الحكومة وعزل المجالس الموجودة فيها، لا مجلس الدولة ولا مجلس البرلمان ولا مجلس رئاسي، هو الذي يصدر في الأوامر، أصدر الأوامر بالانتخابات، وهو الذي خاطب المفوضية، وهو الذي يصول ويجول في كل المدن الليبية ويجتمع بمن يشاء ويترك من يشاء، ولا حراك للحكومات والمجالس يعني كأنها غير موجودة. فاستعمرنا مرة أخرى بسبب تكميم الأفواه وللأسف. أكد البيان الختامي للقمة الإسلامية بإسطنبول الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا دول العالم إلى الاعتراف بذلك. وأكد البيان الصادر عن القمة الأربعاء رفضه وإدانته لقرار الرئيس الأمريكي غير القانوني بشأن القدس، مبديا استعداد دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي طرح المسألة على الجمعية العامة للأمم المتحدة في حال عدم تحرك مجلس الأمن الدولي بخصوص القدس. ونشد البيان جميع الدول الامتناع عن دعم قرار واشنطن وعدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لاتخاذ هذه الخطوة الحاسمة لتحقيق التوازن في المنطقة. هذا وكانت أعمال القمة الطارئة لزعماء دول منظمة التعاون الإسلامي التي تضم أكثر من 50 دولة مسلمة، قد انطلقت صباح الأربعاء بدعوة من أنقرة للرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة بالكيان الصهيوني. حضر القمة عدد من زعماء الدول العربية والإسلامية، بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الرئاسي المقترح فايز السراج ورئيس الفلسطيني محمود عباس وأمير قطر تميم بن حمد الثاني. غاب عن القمة قادة دول في مقدمتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، في حين حضر بصفة ضيف نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي. Thank you.
بدوري اقترح رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج الأربعاء على القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول تشكيل لجنة رئاسية تتولى مهمة التواصل مع الإدارة الأمريكية لإقناعها بالتراجع عن قرار إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني. وشدد السراج في كلمته أمام المؤتمر على أن توضح اللجنة المقترحة أن التمسك به من شأنه أن يقوض فرص السلام ويدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر. اعتبر الرئيس الرئاسي المقترح أن الإعلان الأمريكي يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي تجاوزا لنتائج مفاوضات السلام التي جعلت مصير القدس من قضايا الوضع النهائي في إطار حل الدولتين على حد قوله. من جهته وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دولة الكيان الصهيوني بأنها إرهابية داعيا الدول الإسلامية للاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين ردا على اعتراف الولايات المتحدة بها عاصمة للكيان الصهيوني. وقال أردوغان خلال افتتاح القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي حول القدس في مدينة اسطنبول أن كل الخرائط منذ عام 47 تكشف أن إسرائيل هي الدولة احتلال وإرهاب. وشدد الرئيس التركي على أن القرار الأمريكي انتهك القانون الدولي كما أنه وجه صفعة إلى الحضارة الإسلامية مضيفا أن الولايات المتحدة تكافئ دولة الكيان على كافة أعمالها الإرهابية. Bu kararın vicdan, hukuk, ahlak ve tarih önünde hükümsüz olduğunu ilan ettik. Bu karar her şeyden önce şiddet yerine barıştan yana tavır koyan, barışı isteyen taraf olduğunu defalarca ispatlayan Filistinlilerin cezalandırılmaları anlamına geliyor. Bu karar şimdi sizde... هذا وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء أن فلسطين لن تقبل بأن يكون للإدارة الأمريكية أي دور في العملية السياسية بعد الآن، مجددا رفضه للقرار الأمريكي المتعلق بالقدس. جاء ذلك في كلمة عباس التي دعت إليها تركيا عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني الأربعاء الماضي. وقال عباس أمام قمة منظمة التعاون الإسلامي أن القدس كانت ولا زالت وستظل للأبد عاصمة دولة فلسطين، مضيفا أنه لا سلام ولا استقرار دون أن تكون كذلك، رافضا في الوقت ذاته القرارات الأمريكية الأحادية والباطلة على حد تعبيره. bütün vicdanları ve insanlığın ve Müslümanların vicdanını zedeleyecek bir karar almıştır. Ve bizler buradan çok net bir ifadeyle şunu söylemek istiyoruz. Kudüs eskiden olduğu gibi ve halen devam ettiği gibi ve gelecekte de olacağı gibi Filistin devletinin başkenti olacaktır. Ve هذا وأكد العاهل الأردني عبد الله الثاني أن انعكاسات القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة. قال الملك عبد الله الثاني خلال كلمته أمام القمة الإسلامية بإسطنبول أنه سيتصدى لأي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى والحرم القدسي، وأكد أن القدس الأساس لإنهاء الصراع في المنطقة، مضيفا بأنه لا يمكن أن تنعم المنطقة بالسلام إلا بحل للقضية الفلسطينية. لتبرير العنف والإرهاب Acı bir durum. Bu acı durumdan faydalananlar şiddeti, terörizmi haklı gösterebiliyorlar ve bütün dünyada barış ve güvenliği tehdit altına alabiliyorlar. إلا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين إسرائيل فلسطين meselesinde ve bunu yaparken de muhakkak iki devletli bir çözüm cihetine gitmek zorundayız. Uluslararası meşruluğun da beraberinde geldiği kararları önceden alınmış uluslararası kararları dikkate almak zorundayız ve Filistin devleti kurulurken de Filistin topraklarında kurulmalı ve Kudüs'te başkenti olmalıdır. هذا ودعا نحو 300 من علماء المسلمين الثلاثاء الشعوب الإسلامية إلى تفعيل دور مقاطعة البضائع الأمريكية بالبلدان الإسلامية
ردا على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال. وينتمي العلماء لمؤسسات واتحادات هي هيئة علماء فلسطين بالخارج ودار الافتاء الليبية وهيئة علماء ليبيا ورابطة علماء أهل السنة والمجلس الإسلامي السوري والمجمع الفقهي العراقي لجانب مجلس علماء العراق ورابطة علماء أهل السنة بتركيا وهيئة علماء المسلمين بأستراليا. طلب العلماء في بيان لهم الشعوب المسلمة في كل مكان بتفعيل حقيقي لسلاح المقاطعة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ولكل دولة تشارك في العدوان على القدس، مشددين على دور أصحاب الأموال أفرادا كانوا أو مؤسسات أو حكومات بسحب أموالهم من البنوك الأمريكية وإيقاف الاستثمارات فيها. هذا وكان اتحاد طلبة جامعة طرابلس رفقة طلبة جامعة غريان قد نظموا الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة تعبيرا عن الغضب تجاه القضية الفلسطينية ورفضا للقرار الأمريكي بشأن القدس. طلبة الجامعة وأساتذتها تضامنوا مع الفلسطينيين ونددوا بالقرار الأمريكي مؤكدين أنه انحياز سافر للكيان الصهيوني ومباركة لعدوانهم المستمر على حقوق الفلسطينيين. وقد رفع المحتجون أعلام فلسطين وطالبوا بدعم صمود أهلها مشددين على عروبة القدس وأنها عاصمة لفلسطين ولكافة العرب والمسلمين. أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة رفض الأمم المتحدة لمحاولات استغلال تاريخ 17 ديسمبر للتحرك ضد العملية السياسية الحالية على حد قوله. وشدد سلامة خلال لقائه مع أعضاء من مجلس الدولة في العاصمة طرابلس الثلاثاء على أن هذا التاريخ لا يمس صلاحية اتفاق سخيرات بحسب تعبيره. وحول مسار توحيد المؤسسة العسكرية أكد المبعوث الأممي أن البعثة اختارت دولة محايدة ذات خبرة في هذا المجال لاحتضان جهود توحيد الجيش الليبي، لافتا إلى أنه سيتم الإفصاح عنها في الوقت المناسب. هذا وطالب ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة بالمساواة التامة مع النواب المنحل لإنجاح مفاوضات تعديل اتفاق سخيرات، مؤكدا أنه دون توافق شامل لن يتمكن طرف الاتفاق من تشكيل مجلس رئاسي جديد. وأوضح النائب الثاني لرئيس المجلس محمد معزب خلال لقائه غسان سلامة تمسكه بمبدأ التوازن والشراكة الكاملة للتوصل إلى صيغة توافقية لتعديل اتفاق سخيرات، ذلك باعتبار المجلس أو باعتبار المجلسين طرفين متساويين في بنود الاتفاق. هذا وكان مجلس النواب المنحل قد عقد جلسة رسمية الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس عقيل صالح. وبحسب الموقع الرسمي للنواب المنحل فإن الجلسة عقدت لمناقشة تعديل الإعلان الدستوري واتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ المقترح الذي أقره مجلس النواب المنحل في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 نوفمبر الماضي بشأن تعديل اتفاق السخيرات. كما قرر مجلس النواب المنحل خلال جلسته المنعقدة الثلاثاء في مقره بمدينة طبرق انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي. حدد المجلس جلسة للنواب الأسبوع المقبل لاختيار محافظ جديد للمصرف. من جهة أخرى أعرب رئيس لجنة اختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي بمجلس النواب المنحل
مهدي الأعور عن أمله في أن يسهم اختيار المحافظ الجديد للمصرف المركزي في دعم جهود حل الأزمة الحالية في البلاد. قال الأعور الثلاثاء أن اللجنة عملت بكل جهد لأجل اختيار الشخصيات المناسبة للترشح لهذا المنصب السيادي الهام، موضحا أن عملية الاختيار جرت وفق معايير أهمها الخبرة والتوافق حول الشخصيات المرشحة والمؤهل العلمي. بحث رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة مع وزير الحكم المحلي بالحكومة المقترحة بداد غانسو إمكانية دعم الأمم المتحدة للفئات المستضعفة في ليبيا فضلا عن دعمها الإنساني في مجال التنمية. وناقش سلامة مع غانسو قضية اللاجئين في ليبيا إضافة لملفات تمكين البلديات والانتخابات البلدية والمصالحة الوطنية المحلية وإمكانية دعم الأمم المتحدة للجنوب الليبي، ولذلك وفقا لما نقلته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. دعا رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بليبيا ليفدينغوف الأربعاء إلى ما اسمه توخي الحذر والتروي في مسألة رفع الحظر المفروض على الأسلحة إلى ليبيا وانتظار تنفيذ اتفاق الصخرات. وقال دينغوف بحسب وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك أنهم لا يتخذون خطوات متهورة ويراعون كل ما يقومون به فيما يتعلق بالتسوية في ليبيا، مضيفا أن الجهة التي يجب أن تتحصل على السلاح أن تحصل عليه قبل دخول تعديلات اتفاق الصخرات حيز التنفيذ. من جهة أخرى قال نائب وزير الخارجية الروسي جينادك جاتيلوف أن موسكو مستعدة لبحث تخفيف حظر السلاح على ليبيا. وأشار جاتيلوف في تصريح نقلته وكالة انترفاكس الروسية لأن موسكو مستعدة لدراسة هذه المسألة بشكل بناء انطلاقا من واقع الأوضاع في ليبيا. وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من زيارة وزير الخارجية في الحكومة المقترحة محمد سيالة إلى موسكو ولقائه بنظيره الروسي سيرجي لافروف. وينضم إلي عبر الهاتف الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي العقيد عادل عبد الكافي. سيادة العقيد حياك الله. مرحبا بك سيد مصطفى وكذلك مشاهدين قناتكم الكريمة. بالنسبة لتصريحات مسؤول الملف الليبي في روسيا، برأيك سيادة العقيد هل يقصد بها حفتر عندما يتحدث عن أن الطرف الذي يجب أن يحصل على السلاح لابد أن يدخل إلى اتفاق الصخرات؟ نعم، بداية دعنا نشير إلى حديث ممثل روسيا عن التسليح في حضور سيالة يشير بمنتهى الوضوح أن هنالك حوارات صارت بخصوص عملية التسليح في ليبيا، وهنالك طلب تسليح أما من قبل المجلس الرئاسي. ولكن عندما تتحدث روسيا عن التسليح تقصد هنا حفتر تحديدا، ولكن ما نطلق عليه نحن المجتمع الدولي هم يروا أن حفتر ميليشيا كباقي الميليشيات، والمجتمع الدولي لا يرى قوة فعلية موحدة تحت قيادة واحدة حتى يستطيعوا رفع الحظر عن التسليح، لأن التسليح الآن في هذا الوضع وحالة الانقسام الموجودة الآن تعني بمنتهى الوضوح المزيد من الصراع المسلح. فالأمم المتحدة ترى أن الأمر عن كثب، ولديها يقين أن لا تسليح قبل حل الانقسام العسكري. طيب يعني كيف نفهم حتى التناقض الموجود في الحكومة الروسية، تصريحات وزير الخارجية حول إمكانية تخفيف حظر السلاح؟ وهذا ما أشرنا إليه أن روسيا ترى أن هنالك محاولات ربما ستتخذها من أجل أن ترفع حظر جزئي على السلاح اللي تقوم بتسليح قائد عملية الكرامة، وهذا ما تسعى إليه روسيا منذ فترة طويلة. هي دعمته على الصعيد السياسي وأيضا غضت الطرف عن تسليح قائد عملية الكرامة منذ فترة، وهي لعبت هذا الدور منذ اندلاع الأزمة الليبية وتحديدا في السنوات الأخيرة
الأخيرة منذ عامين تقريبا لعبت دور هذا روسيا هذا الدور، وكانت هنالك زيارة لحاملة الطائرات حاملة الطائرات الروسية إلى شواطئ المنطقة الشرقية واستقبالهم لخليفة حفتر، مما يعطي رسالة أنهم هم داعمون لقائد عملية الكرامة. نعم. طيب سيادة العقيد، يعني التسليح في الجيش الليبي هو تسليح شرقي، يعني مكانة روسيا على الساحة الليبية لا يمكن استبعادها بسهولة، برأيك لماذا تحاول روسيا دائما أن تقف بقوة خلف خليفة حفتر؟ روسيا تحاول أن تجد لها لاعب محلي أو حليف محلي. طبعا عندما نتابع المشهد هنالك السودان، سبق أن طلب البشير رئيس السودان بأن تقيم روسيا قاعدة عسكرية على الأراضي السودانية. أيضا هنالك اتجاه إلى تواجد ربما عسكري في بعض الدول الأخرى في أفريقيا من قبل روسيا. روسيا تحاول أن تجد لها موضع قدم أيضا في ليبيا من خلال حليفها خليفة حفتر، ولذلك هي تسعى بكل جهدها لمحاولة رفع الحظر عن السلاح إلى ليبيا، خاصة أن هنالك عقود سابقة ما بين نظام القذافي وروسيا بعدة مليارات لتسليح القوات الليبية في السابق، وتسعى روسيا إلى تفعيل هذه الصفقات حتى تستطيع أن توجد لها موضع قدم في ليبيا من خلال خليفة حفتر. طبعا نحن نعلم أن هنالك صراع ما بين شركات التسليح على مستوى العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، روسيا، الكل يحاول حقيقة أن يسوق لأسلحته وأيضا أن يجد حلفاء داخل أفريقيا وتحديدا ليبيا بالأصح، نظرا أن طبعا ليبيا ألفت أو قواتها ألفت الأسلحة الروسية، فلذلك روسيا ترى أن هذا السوق واعد ولا تريد أن تتباعد عن المشهد في ليبيا. نعم، أشكرك جزيل الشكر الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي العقيد عادل عبد الكافي. هذا وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد عقد بموسكو الثلاثاء اجتماعا لبحث محادثات سياسية واقتصادية مع وزير خارجية الحكومة المقترحة محمد سيالة، معربا عن جاهزية موسكو للوصول إلى اتفاق نهائي بين الفرقاء الليبيين. وأعلن لافروف عن خطة لإرسال بعثة رجال أعمال إلى ليبيا العام المقبل، وأنه اتفق مع سيالة على مواصلة الاتصالات لاستئناف العلاقات الاقتصادية، معربا عن أمله بعودة البحارة الروس المحتجزين في ليبيا. من جهته تعهد سيالة ببذل الجهود لإطلاق سراح البحارة الروس المحتجزين في ليبيا وفق القانون الليبي، مضيفا أنه لابد من مساعدة ليبيا لإدارة مراكز أيواء المهاجرين واستثناء بعض الأسلحة من الحظر لتمكين خفر السواحل من أداء مهامه بصورة أفضل. اتفق مجرم الحرب خليفة حفتر ووزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو على دعم جهود المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، والذي تحظى مفاوضاته بدعم كل المجتمع الدولي بحسب ما أفاد به ألفانو لوكالة الأنباء الإيطالية أهكي. هذا وكان حفتر قد وصل إلى العاصمة الإيطالية روما أمس الاثنين للقاء ألفانو وبحث التطورات السياسية في ليبيا في زيارة هي الثانية لحفتر إلى روما منذ أواخر سبتمبر الماضي. ونقلت أكي أن ألفانو وحفتر توافقا على أنه لا غنى عن الانتخابات في ليبيا، وأن يوم 17 ديسمبر الجاري يشكل ذكرى اتفاق إسخيرات وليس تاريخ نهاية صلاحية الاتفاق بحسب وصفه. في شان غير بعيد، كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن اتفاق جرى بين أري ميتلمان المساعد السابق للسناتور في البرلمان الأمريكي بوب كيسي القيادي بميليشيات الكرامة عبد الرازق النظوري لخلق مجموعة الضغط لصالح الأخير. ونقلت الصحيفة الاثنين عن وثيقة لوزارة العدل الأمريكية أن العقد وقع بين ميتلمان وقيادي ليبي في ميليشيات متهمة بانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. أوضحت الصحيفة الأمريكية أن العقد يستمر لمدة سنة بقيمة تصل ل 450,000 دولار، مشيرة إلى أن شركة ميتلمان ستقدم للنظور استشارات سياسية استراتيجية بين وضع أهداف وبرامج للعلاقات الخارجية.
على عادة كثير من القيادات العربية ذاب عبد الرازق النظوري رئيس أركان البرلمان المنحل لشركة يرأسها مساعد سابق للسناتور الأمريكي بوب كيسي ليمثل مجموعة ضغط لصالح النظوري. المزيد في التقرير التالي. 450,000 دولار سنويا و 38,000 هي قيمة عقد نشرته وزارة العدل الأمريكية تم إبرامه بين رئيس أركان البرلمان المنحل والمعين حاكما عسكريا من قبل عقيلة صالح عبد الرزاق الناظوري وشركة مساعد سابق للسيناتور الأمريكي بوب كيسي ليمثلا مجموعة ضغط أو لوبي لصالح الناظوري. وأوردت جريدة بوليتيكو الأمريكية أنه جرى الاتفاق مع آري ميتلمان المساعد السابق للسيناتور في البرلمان الأمريكي بوب كيسي وشركته ليمثلا لوبي ضغط لصالح الناظوري، مشيرة أيضا إلى أن ميتلمان قد أكد لا هوية موكله الليبي وهو الناظوري. ونقلت بوليتيكو عن وثيقة وزارة العدل أن ميتلمان وشريكه فلاديمير بيتروفيتش سيقدمان استشارات سياسية واستراتيجية للناظوري، بينها وضع أهداف وبرامج للعلاقات الخارجية والمساعدة في إنشاء ما أسمته الوثيقة جمهورية ليبية متعددة الإثنيات. وفي تعليق الصحيفة على الأمر وصفت الناظوري بأنه مسؤول كبير في ميليشيا متهمة بانتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الميليشيا يقودها حفتر الذي قالت إنه أمريكي ليبي وعمل مع جهاز المخابرات المركزية الأمريكية، وفق الصحيفة معتبرة ميليشياته متورطة في جرائم حرب في شرق البلاد. وأيا كان الهدف من وراء هذا الاتفاق ومثيلاته كثر، فتلك عادة اعتادتها القيادات العربية البائسة، فمن أراد أن يكون له شأن أو حكم ما عليه إلا أن يحسن صورته عند أعتاب البيت الأبيض. لذلك هي قيادات ورقية لم تصمد قيد أنملة أمام موجة الربيع العربي يقول كثيرون. اعتمدت المفوضية الأوروبية برنامجا صحيا جديدا بقيمة 10,900,000 يورو لدعم الشعب الليبي. بحسب صفحة رسمية لبعثة الاتحاد الأوروبي للدعم في ليبيا، فإن هذا العمل الذي يموله الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يعود بالفائدة على السكان الليبيين وتحسين فرصة حصولهم على الرعاية الصحية بشكل مباشر. بحسب البعثة، وتشمل التدابير تقديم المساعدة إلى خدمات صحة الأمهات والمواليد الجدد وتوفير التدريب لممرضات وقابلات المستقبل ووضع استراتيجية وطنية للوقاية على مستوى الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء البلاد. بعد الفاصل مشاهدينا في هذه النشرة، المفوضية الأوروبية تفند محتوى تقرير العفو الدولية حول انتهاكات المهاجرين في ليبيا. نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مريض، أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير، تكويني شهقات الثكالى طعنات توالى دمعة الطفل الغريب، مديني يا شراع الزمان لربوع الأمان لمدى زاه منير. هزتني نسمات الليالي مريض
أبكتني صرخات الأيام أياما تنام حول قيد وأسير. يا قدسي يا نفائح نفسي فيك ليلي وهمسي ودعاء المستجير. من يدري يا صبابة صدري أرض ميلاد فجري يعقب الليل المغيب. هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مريب. أبكتني صرخات الأيام وأنين تنام عيناها نسفها مشتكاها حزنها وبكاها مسجداها والمسيح. سألها عن بقايا رؤاها أين يرنو مناها فأجابت للقدير. هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي صرخات الأيام وأنين تنام حول قيد وأسير. من قلبي يا حبيبة قلبي ذبت أدعو لربي أن يواسي ويجير. من روحي يا رفيقة روحي جدت كي لا تنوحي أنت من روح الكثير. هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مريب. أبكتني صرخات الأيام وأنين تنام حول قيد وأسير. هزتني حول قيد وأسير حول قيد وأسير حول قيد وأسير حول قيد وأسير حول قيد وأسير. أهلا بكم مرة أخرى. أكدت المفوضية الأوروبية أن كل الإجراءات التي تطالب بها المنظمات غير الحكومية لتحسين أوضاع اللاجئين في ليبيا هي بالفعل قيد التنفيذ. جاء ذلك في رد فعل متحدث باسم المفوضية الأوروبية على تقرير حديث صدر عن منظمة العفو الدولية تتهم فيه سلطات الدول الأوروبية بالضلوع والتواطؤ في انتهاكات حقوق المهاجرين في ليبيا. وأشار الناطق باسم المفوضية لوكالة آكل الإيطالية الثلاثاء إلى أن وضع المهاجرين في ليبيا يتحرك نحو الأفضل، مضيفا أن المفوضية منحت أموالا للمنظمة الدولية للهجرة لتأمين عودة أكثر من 15,000 شخص إلى بلدانهم الأصلية. قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني إن لبلاده الفضل في تسليط الضوء على حقوق الإنسان في ليبيا، إشارة لظروف المهاجرين بمراكز اللواء. على حد قوله جنتيلوني نوه في خطاب له الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ الإيطالي بمناسبة انطلاق القمة الأوروبية المقررة في بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين
بحسب وكالة ياكي الإيطالية بأنه مع المعاهدة الثنائية مع ليبيا، معتبرا أنه بفضل هذه المعاهدة ستستطيع منظمة الأمم المتحدة أن تكون حاضرة ويمكنها التدخل في ليبيا. قام جهاز مكافحة الهجرة في مصر الأربعاء بترحيل 24 مهاجرا مصريا إلى بلادهم. قال صالح بودبوس أحد المسؤولين في الجهاز إن هذه الرحلة هي الثالثة خلال الشهر الحالي بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، وأنها تأتي ضمن خطة الإعادة الطوعية للمهاجرين التي تشرف عليها المنظمة الدولية للهجرة. يشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة أعلنت في وقت سابق وجود 1 مليون مهاجر في ليبيا من مصر والنيجر والسودان ونيجيريا وبنغلاديش وسوريا ومالي. أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا أنها قرر حظر المواطنين الليبيين من دخول الولايات الأمريكية يستثني التأشيرات الدراسية وتأشيرات التبادل بين البلدين. السفارة أوضحت في بيان لها الاثنين أن رفع الحظر عن دخول أمريكا سيظل مشروطا بتعاون الدول المعنية مع الحكومة الأمريكية، مضيفة أن الحكومة الليبية تواجه تحديات كبيرة في تقاسم المعلومات المتعلقة بالسلامة العامة وما يسمى الإرهاب. يشار إلى أن المحكمة العليا الأمريكية قد أيدت في الرابع من ديسمبر الجاري قرارا يمنع مواطني 6 دول من بينها ليبيا من دخول الولايات المتحدة. أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن بلوغ عدد المسجلين في منظومة تسجيل الناخبين 5400 ناخب. أوضحت المفوضية عبر موقعها الرسمي أن من بين المسجلين 1719 امرأة و 3681 رجلا، مضيفة أنها ما زالت تواصل استقبال الرسائل النصية من المواطنين لإدراج أسمائهم في سجل الناخبين. يذكر أن المفوضية أعلنت في 6 ديسمبر الجاري فتح باب التسجيل في السجل الانتخابي للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل. أعلنت وزارة المالية بالحكومة المقترحة الأربعاء عن تنفيذ أذونات صرف مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر لكافة الجهات العامة وإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي. بحسب ما نشر الفريق الإعلامي بوزارة المالية بالمقترحة، فإن الوزارة انتهت ظهر اليوم من تنفيذ أذونات صرف المرتبات كما وردت من مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، وتم تسليمها لمصرف ليبيا المركزي وفقا للتشريعات النافذة. أكدت شركة البريغا لتسويق النفط عن وصول ناقلة الوقود أنوار الخليج المحملة بأكثر من 32 مليون لتر لميناء طرابلس البحري بعد مغادرة ناقلة الوقود أنوار ليبيا الميناء. قد طمأنت شركة البريغا لتسويق النفط المواطنين بتوفر مادة وقود البنزين، وأكدت أنها ستباشر خلال الساعات القادمة استئناف توزيع الوقود على شركات التوزيع وفق الكميات المخصصة لكل شركة. عقد صباح الأربعاء الاجتماع الدوري السنوي العام لفروع ديوان المحاسبة الليبي بمقر الرئيسي بالعاصمة طرابلس. ضم الاجتماع كل من السيد رئيس الديوان والسيد وكيل الديوان ومدراء الإدارات العامة ومدراء الإدارات والمكاتب ومدراء الفروع على مستوى الدولة الليبية. وقد تم في هذا الاجتماع استعراض عدد من البنود أهمها مناقشة آلية إعداد التقرير السنوي لعام 2017، وكذلك تم تقديم عرض مفصل عن مراحل برنامج لبنة والذي استهدف استقطاب أوائل خريجي أقسام المحاسبة بكليات الاقتصاد بالجامعة الليبية، كما تم استعراض ومناقشة بعض القضايا التي تخص عمل فروع الديوان. وإلى فقرة أخبار البلديات. أعلنت بلدية سوق الجمعة بطرابلس بالتنسيق والتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي عن إجراء تنفيذ أعمال استحداث خط لمياه الصرف الصحي بإحدى المواقع الطرقية لمحلة الغرارات. وذكرت البلدية عبر صفحتها الرسمية
أن الموقع المستهدف من هذه الأعمال لم تكن به سابقا شبكة لمياه الصرف الصحي، مضيفة أن المسافة الطولية للخط الجديد تبلغ 600 متر طولي تقريبا. تحضر كلية الفنون والإعلام في جامعة الزيتونة ببلدية ترهونة هذه الأيام لإقامة الملتقى الإعلامي الأول حول أخلاقيات المهنة، والذي سينطلق السبت القادم الموافق 16 ديسمبر الجاري. وذكرت الكلية في بيان لها أن الملتقى الإعلامي الأول سيقام تحت شعار إعلام يجمع ولا يفرق، بمشاركة نخبة من الصحفيين والإعلاميين من مختلف المدن الليبية. وأوضحت الكلية أن الملتقى يهدف لتسليط الضوء على واقع الإعلام في ليبيا الذي يشهد تخبطا كبيرا وغلبت عليه الفوضى واللامبالاة، وتأكيد على المبادئ والقيم الإنسانية في العمل الإعلامي ونشر ثقافة الحوار وتقبل الآخر وتعزيز الروح الوطنية وإشاعة السلم الأهلي. تم صباح الثلاثاء افتتاح مقر مكتب التسجيل العقاري فرع ترهونة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، وقد حضر الافتتاح وفق ما نشر عبر صفحة المجلس البلدي للمدينة عميد بلدية ترهونة عياد البي سالم ورئيس مصلحة التسجيل العقاري ومدير مكتب ترهونة، بالإضافة إلى مدراء المكاتب والإدارات بالبلدية والمصلحة. قامت وحدة الإعلام والتوعية التابعة لمكتب التحريات المنطقة الغربية بحملة توعية شاملة بأضرار المخدرات بالمدارس الثانوية ببلدية صبراتة بالتنسيق مع مكتب مراقبة التعليم. وذكرت الصفحة الرسمية للبلدية أن الحملة تتضمن برنامج التوعية والتعريف بالمخدرات ونشأتها والخطر الذي يهدد شباب المسلمين، وموقف الدين الإسلامي من آفات المخدرات والتوعية بأضرارها على الفرد والمجتمع، وعرضا لأنواع المخدرات وضرر كل نوع منها وكيفية الوقاية منها. أعلنت إدارة المشروعات بالمجلس البلدي جنزور عن استكمال تنفيذ خط تصريف مياه الأمطار بمنطقة أولاد أحمد بالجنزور، وربطها بخط تصريف مياه الأمطار المنفذ بطريق البرنوس. وأعلنت الإدارة في بيان نشر عبر صفحة الرسمية لبلدية جنزور عن طرح عرض في مناقصة لدعوة جميع الشركات الوطنية للمشاركة في هذا العطاء. تم صباح الثلاثاء بمقر شركة المدار الجديد لقاء جمع عميد بلدية سرت مختار المعداني مع منسق شركة المدار الجديد المهندس عز الدين بخطوة ومنسق شركة المدار سرت المهندس مصطفى عقيلة لمناقشة الدعم المقدم من شركة المدار الجديد لمستشفى بن سينا وقطاع الصحة بشكل عام بالبلدية وقطاع التعليم. وذكرت الصفحة الرسمية لبلدية سرت أنه تم الاتفاق على إحالة هذه المشاريع من قبل البلدية لشركة المدار الجديد لاعتمادها والبدء في تنفيذها. كذلك تم مناقشة مساهمة شركة المدار في حل مشكلة السيولة، وذلك عن طريق الإيداعات النقدية بمصارف سرت، وكذلك مناقشة إعادة تفعيل مقر مركز خدمات المدار الجديد بالبلدية. أكد مصدر مطلع في مركز طبرق الطبي تدهور الحالة الصحية لعدد من الأطفال ودخولهم في غيبوبة نتيجة حقنهم بجرعة دواء خاطئة من قبل إحدى الممرضات داخل مركز طبرق الطبي، مما أدى إلى نقلهم للعناية المركزة. وبيّن المصدر أن الإدارة قامت بإيقاف الممرضة المسؤولة عن عملية الحقن وإحالتها إلى التحقيق. وأضاف المصدر أنه أثناء التحقيق مع الممرضة قالت إنها لا تعرف نوع الجرعة التي قامت بحقنها للأطفال. وإلى سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية في السوق الموازي. مع هبوط أسعار العملات الأجنبية بشكل نسبي أمام الدينار الليبي في السوق الموازية خلال الأيام الثلاثة الماضية، لا زال المواطن ينتظر الولادة المتعسرة للإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها محافظ المصرف المركزي، تزامنا مع توافق أو تفاقم المخاطر التي تتهدد الاقتصاد الليبي.
حقق الدينار الليبي بعض المكاسب في مواجهة العملات الأجنبية المتداولة على مستوى السوق الموازية خلال الثلاثة أيام الأخيرة، حيث استمر الثلاثاء سعر صرف الدولار الأمريكي في التراجع مسجلاً 8.900 دنانير للدولار الواحد مقابل 9.100 دنانير، مع إغلاق تداولات الاثنين. كما هبط الجنيه الاسترليني الذي كان قد لامس حاجز 13 ديناراً الأسبوع الماضي، ليتداول الثلاثاء عند مستوى 11.900 دنانير. ويحيط الغموض بما ستؤول إليه احتياطات المصرف المركزي في طرابلس من النقد الأجنبي التي بدأت في النضوب والتآكل المستمر، فبعد أن كانت نحو 110 مليارات العام 2010 لم يتبقى منها الكثير، مع مغادرة العام 2017 مفكرة التأريخ للأزمة الاقتصادية المستفحلة في ليبيا. ربما تكون ولادة العام 2018 ولادة متعسرة بالنسبة لما وصل إليه حال معظم الليبيين، لكن على أي حال فإن الدولة الليبية لن تعلن عن إفلاسها إلا بعد استنفاذ ما يتبقى لها من خيارات معدودة تتعلق بالاقتراض الدولي وتصفية الأصول الذهبية وإصدار سندات في حال أصبحت العملة دون غطاء، وهو ما ينذر بتجاوز سعر الدولار حاجز 20 ديناراً أو أكثر. وما تدهور الدينار الليبي السريع إلا انعكاس لانهيار اقتصاديات الدولة الليبية برمتها، متمثلا في عدم قدرة مصرف ليبيا المركزي على تدارك حجم الأزمة المتوقعة للبلاد وتبني سياسات تنهض بدور المصارف الليبية. وقد لا يتبقى أمام المصرف المركزي من حيلة سوى تخفيض الدينار الليبي في قيمته الإسمية كخطوة استراتيجية وقائية احتسابا لاستعمال النقد الأجنبي لديه. والتخفيض في هذه الحالة يشير إلى دخول البلاد مرحلة اقتصادية خطيرة ينتج عنها أضرار واسعة على المجتمع وأمنه. وفي ختام النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها: مفتي البلاد يستنكر ضعف ردود الفعل ضد تهويد القدس ويطالب المسلمين بضرورة نصرة القضية. البيان الختامي للقمة الإسلامية باسطنبول يؤكد على أن القدس عاصمة لدولة فلسطين ويدعو دول العالم للاعتراف بذلك. مجلس الدولة يطالب في اجتماعه مع المبعوث الأممي بالمساواة مع مجلس النواب. وتابعتم أيضا: المفوضية الأوروبية تفند محتوى تقرير العفو الدولية حول انتهاكات المهاجرين في ليبيا. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.